بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت الدورة الاستثنائية اللي مجي جامعة مراكش. هذه الدورة اللي عرفت تقريبا 21 نقطة اللي دازت في ظروف حسنة، بحيث ترأست الافتتاح ديالها السيدة الرئيسة، وكان بتصويت بالإجماع على المنح للجمعيات، وكانت يمكن نقدر نقول أول مرة اللي كان واحد التصويت بواحد السلاسة، بحيث كان واحد العمل كبير تدار في اللجان اللي دار واحد الأرضية كبيرة للمجلس باش يمكن يدوزوا النقط بسهولة بدون أي نقدروا نقولوا انتقادات او لا شيء، لانه كان جميع الاقتراحات تاخذ بعين الاعتبار ديال الساده المستشارين في اللجان وجاب لهم التقرير اللي تصوت عليه. وفي نفس الوقت غتنا الفرصه باش نقولوا باننا احنا كمجلس جماعي الحمد لله كاين واحد البرمجه كبيره اللي جايه تقريبا ابتداء من شهر 9 اللي بتكون بزاف فيها الطرقات ولومبليسمون كنقولوا تزيين والصباغه وبزاف ديال الاشغال اللي بتبدا تقريبا من شهر 9 بواحد الغلاف مالي ديال واحد 25 مليار اللي كان هذا البرنامج اللي كان فيه التنسيق مع جميع رؤساء المقاطعات. وفي نفس الوقت كانت السيده الرئيسه اتخذت في الكلمه ديالها جميع كي تنقولوا جميع المداخل اللي كاينه في المجلس، او لا نقدروا نقولوا جميع الدعم اللي كان من وزاره الداخليه. كاين واحد كي تنقول كاين واحد عمل جبار قايم به المجلس اللي غادي يكون ان شاء الله في واحد المداخل، كاين واحد البيدجي كبير اللي غادي يبان الواجهه، فيه اعمال، فيه برامج محكمه بتنسيق مع مكاتب التراسات اللي غادي يعطوا واحد الدفعه كبيره ان شاء الله لمدينه مراكش. وغادي يبان هذا الشيء بدا البارح بالانطلاقه تاع السيده الرئيسه، وغادي يبدا تيبان في هذه 6 شهور اللي جايه، ومن بعد غادي يكونوا برامج كبرى اللي غتكون تابعه لبرنامج عمل المجلس. وتنشكر السيده الرئيسه من هذا المنبر لانه تدير واحد العمل جبار باش يكونوا تجيب دعم كبير من جميع المتدخلين لمدينه مراكش. شكرا.